السلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين مهنيين. اليوم غندير معكم الفطور. ماشي اسبوع دابا ما درتش معكم الفطور ديالي. بقاو معايا اليوم غنشوفوا الفطور شنو غنديروا فيه ان شاء الله بحول الله. يلا غادي يبداو يطيحوا الافكار. يلا غيطيحوا الافكار، اجيو معايا للكوزينه نشوفوا شنو غادي نوجدوا في هذا الفطور هذا ديال اليوم. غادي نبداو عزيزاتي، غادي ندير هادو التورتيطاس ولا اش كيقولوا ليهم. بقاو معايا تنشوفوا باش غادي نعمروهم. غادي ندير واحد المقيله وندير فيها شويه ديال الزيت ونشعل عليه سخن حتى يسخن، عاد غادي نبدا نشرع في التوجد، يعني غنخليه يسخن الزيت. عندي هنايا البيض عزيزاتي، درت 4 البيضات. نتوما غديروا اللي غادي يكفيكم، انا ما عرفتش هادو واش يقدوني ولا غيشيط ولا خاص غادي نزيد. وعندي هنايا مرتديله اللي حكيتها، وعندي هذا فرماج شيدر. وعندي هنا مطيشه اللي قطعناها بحال هكا، نتوما حرين تقطعوها كيف ما بغيتوا، بغيتوا تخليوها دواور النص اللي عجبكم، انا قطعتها بهذا الشكل. والبيض غندير ليه شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وشويه ديال الزعتر اوريغانو واحد شويه، واحد شويه ديال التحميره شويه. وغادي نحركوه حركوه مزيان 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 حتى يندمج كلشي مع بعضه. ومن بعد كيف كتشوفوا عزيزاتي خلينا الزيت، غندير واحد شويه ديال البيض، نقصوا البوطه. دابا راه 8 كيصفقوا على 8. انا نقصت البوطه ملي رميت البيض، نقصت البوطه وغادي نوزعوها هكذا. وغادي نحط الخبز ديالي بحال هكذا، غادي نديرو شويه ديال المرتديله وشويه ديال الطماطم هكذا وشويه ديال الذره. نتوما عمروا باش بغيتوا، انا هادشي باش غنعمر دابا. وغادي ندير شرائح ديال الفرماج هكذا، بحال هكا غنقطعو عليه كامل. وغادي ندير وحده اخرى فوق منو هكذا بحال هكذا. هكذا دابا غادي نزيد شويه ديال البيض هكذا على هادي من الفوق. غير باش ملي نقلبوها تحمر لينا بحال هادي، حتى هي بحال اللي تحمرات من تحت. دابا غادي نقلبوها، غادي نديرو واحد الطبسيل وغادي نقلبوها على هاد الوجه هذا ونخليوها تحمر هكذا كيف كتشوفوا. وغادي نخليوها تحمر، غادي نزيدو لها واحد شويه ديال البيض من الجوانب هكذا باش تحمر لينا تم من الجوانب.
ملي نرجعو نقلبوها الجهه اخرى. صافي كنحركوها هكا. غنحسو بها تحمرت وغنقلبوها باش يطيب لينا هاد شويه البيض اللي درنا في الجوانب. كيف كتشوفوا عزيزاتي كتحمر لينا على هاد الشكل. صافي ملي كتحمر كندفو على البوطه. ومني كنبغيو نقدموها كنقطعو على هاد الشكل هذا بحال غنقطعو البيتزا. صدقوني كتجي هائله ولذيذه وسريعه التحضير بحال هكا. وصافي كل واحد كياخد الطريف ديالو. هانتوما كتجي بحال هاد الشكل هذا معمره وكتجي لذيذه جدا ورطيبه وسهله زعما دغيا سريعه. دابا غندير معكم بنفس الحشوه ولكن بشكل اخر. ودابا غتبقاو معايا على الشكل الثاني. ما درت لا زيت لا والو. هنايا غادي نحطوا هذه وحده هكا كيف كتشوفوا وغادي نحطوا غير في جهه وحده مرتديله بطبيعه الحال. نتوما عمروا كيف قلت لكم اللي بغيتوا تزيدوا الطون اللي بغيتوا بالكفته اللي بغيتوا راكم عارفين. صافي كنزيد هنايا الطماطم غير شويه هنايا وشويه الذره. وعاد كنزيدو الفرماج على هذا الشكل. وهذه كنطويوها على هذا الشكل هكا. كنطويوها هكا وكنكبو عليها شويه ديال البيض غير باش تبان لينا محمره وتا المذاق ديال البيض هكا كيجي زوين فيها. دابا غادي نقلبها نحاولوا نقلبوها غير بشويه. المهم هكا كيف كتشوفوا ونفس المشكل غادي ندير ليها شويه ديال البيض هنا. بغيتو ما ديروش البيض ماشي مشكل. انا كيعجبني فيها هكا بهذه الطريقه كتجي لذيذه. كنخليوها حتى كتحمر ونحيدوها. دابا غادي نقلبها على الجهه الاخرى. قلبناها على الجهه الاخرى عزيزاتي صافي كتحمر معانا وكنحيدوها. تقدروا ديروها في البانيني. انا ما عنديش بانيني كنديرها في المقله. صافي دابا غادي نحيدها. هانتوما كي كتجي هادي تا هي كتجي رائعه جدا. كنقطعوها على النص هكا. هنا كاين المطيشه وكتجي تا هي بحال هكا. كناكلوها بالصحه والراحه مع داك الفرماج ومذاق ديال المرتديله كتجي لذيذه بزاف. وهنا عزيزاتي عندي الحوت بيسكاديه اللي كنقول ليه كناخذ وحده كبيره وكنقطعها الرداخه هكا.
كتجي كطيح رخاصه البنات. هاد الكبيره كتكون رخيصه شويه على الصغيره، كتكون طالعه في الثمن ولذيذه لذيذه لذيذه لذيذه. وإلا جربتوها بهاد الخبز محمص تفكروني، ردوا عليا الخبر مني طيبوها بهاد الطريقه هذه بحال هكا بلا بيض بلا والو، غير من ديريكت الخبز في عود دقيق غنديروا الخبز محمص، كتجي رائعه البنات. جربوها وتفكروني. وهاد البيسكاديه راه لذيذه بزاف بزاف، مذاق ديالها ما نقولش لكم، مذاق خيالي خيالي خرافي. زوينه بزاف، كتحمق لي انا هاد البيسكاديه. صافي وكنقليها في البان الريه، وجربوها وتفكروني. ودابا سخن الزيت عزيزاتي، غادي نرمي الحوت. ما عرفتش واش قلتها لكم ولا لا البنات، الحوت راه رشيت عليه، درت ليه الملح والحامض قبل ما كنقليه، كندير عليه كنعصر عليه الحامض والملح بطبيعه الحال، وعاد ملي كيطيب كيعجبني نعصر فوق منه الحامض، كيجي لذيذ. وما ننساش الحوت كيطيب نشارك معكم هذه باش ما ننساش، هادو ليقات ديال ماعن من هنايا حرشين، وجاو في هذا الشكل هذا، كيغسلوا بهم الماعن. هادو يصلحوا تلت الصابون الصراحه، خلاتها واحد الصديقه ديالي قالت لي يصلحوا الصابون، هي في الصراحه رطبين والشكل ديالهم بحال هكا، غير هما جاوا ماشي كل يد ديال الليقه ديالها، جاوا يد وحده يعني جوج فيها جوج. ها هي الاخرى ديالها جوج كيف شفتوا يد وحده، ما جاوش يعني كل يد ديالها، راه غسلت بهم الماعن انايا، والشكل ديالهم زوين الصراحه بالنسبه لما عمليا الصراحه، في عاود ما غديري الحلفه كتخدمي بهم. والثمن 4 اورو، راني درت لكم جوله في ليدل اللي بغات تشوفهم، راني درتهم في ليدل اليوم اللي تلحت لكم الفيديو، اللي ما شافتوش دوز تشوفوا، اللي شافت هذا الفيديو ما شافتش ديال ليدل شوفوا، درت ديال ليدل وديال الدي، راه جابوا حويجات زوينين ما يفوتكمش باش تشوفوا داكشي باش حتى عجبكم وبغيتوا تمشيو تشريو تقدروا تدوزوا. حاجه وحده انا كنمشي اللي قريب ليا، حيت انا ليدل اللي مشيت ليه اليوم قريب للخدمه، يعني ما غاديش تجيو تمشي لاي ليدل مع هذا الحجر الصحي، راه يقدروا يحبسوك ولا شي حاجه، من الاحسن سيري اللي قريب لك، الا ما كانش الله يفرج علينا حيد هذا الوباء وديك الساعه نقدروا نمشيو على خاطرنا. المهم انا كنمشي كنمشيت نتسخر واغتنمت الفرصه ودرت لكم جوله في ليدل، وبانوا لي هادو عجبوني خديتهم ونشارك معكم حتى هادو. هاد الفلوق هذا نشارك معكم فيه كل شيء. خديت هذه حتى هي رائعه رائعه، ريحتها فلورال، اللي كيعجبهم الروائح فلورال غزالين غزاله ريحتها، فنه فنه البنات. والثمن ما نقولش لكم، ثمن جد جد مناسب، يعني ما يحتاجش تشري ريحه غاليه، فهذه ريحتها فنه ورخيصه، والقريعه ديالها كيف كتشوفوا الشكل ديالها رائع جدا، عجبني انا الستيل ديالها. والثمن ما وصلش 8 اورو، هي جات الريحه وفيها هذا الخيل، الخيل توا ريحته روعه 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 جدا 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 غزال، فيها الخيل وفيها الكريمه ديال الجسم حتى هي فيها ريحه زوينه، ريحتهم غزاله غزاله غزاله. وما كاملاش 8 اورو، هادو ديال ميركادونا، تما نشارككم معكم في هذا الفلوق هذا باش تشوفوهم. ودابا عزيزاتي غادي نعصر شويه البنان والتفاح وبعويده غنعصرهم. وهنا انا درت العسل عوض السكر، درت شويه العسل، حليت العصير بالعسل، وهنا زدت عليه شويه ديال التمر. دابا غادي نعصرو، غنزيدو الحليب ونعصروه. والتمر البنات سمعت قالوا خصو يتغسل قبل ما تاكلو، حيت قال لك داك الخفاش كان كيعيش في النخل، لهذا قال لك خصو يتغسل، والله اعلم. وهذا الريب البنات واعر 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 واعر، جربوه وردوا عليا الخبر، واعر لذيذ لذيذ بزاف، عرفتي الريب ديال با العربي صافي. بحال كتشربي في الريب ديال با العربي، شكون اللي كتعرف با العربي. واعر البنات والله العظيم لذيذ بزاف، هذا من الدي.
وكان عزيزتي هذا هو الفطور ديالي ديال اليوم، الحوت وهذيك اللي صيبت معاكم، هذه شويه العصير، وهنايا درت هاد البيتزا البارح، كنت درتها البارح هاد البيتزا، حتى هي رائعه بالكفته والفلفله وصافي، واتاي الشباكيه والتمر. هذا مكان. وبهذا عزيزاتي كنسالي الفيديو ديال اليوم، تحياتي لكم كاملين وبصحه فطوركم، ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، فطور مدروك مزروب، فطور على قدو. ونجوى سلمت عليها زينب، سلمي على خالتك زينب. سلام زينب، مبروك رمضان. الله يبارك فيك زينب، ويلي على بنتي ويلي على قرة عيني. المهم عزيزاتي نخليكم مع السلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.